مساءكم خير. دايما الكلام عن الاقتصاد بيبان انه مكلكع وصعب، ودايما لما نشارك حضراتكم كده بتقارير عن الاقتصاد يبقى في ناس فاهمه ومتابعه ومركزه في الموضوع ده، وناس بتقول ده ما يهمنيش في حاجه. انا النهارده بس عايزه ابتدي مع حضراتكم من خبر ما هوش من يعني من شبكات اعلاميه ولا اخباريه محليه، لكنه من شبكات دوليه، وخبر يخص الاقتصاد المصري، وعايزين نفك الاشتباك، يعني عايزين نفهم تقديرات العالمية للاقتصاد المصري، أو عايزين نفهم لما شبكة CNN مثلا تتكلم على رفع صندوق النقد لتقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6 خلال العام المالي 21-22، ده معنى إيه؟ يعني نفهمها بس، أو نعرف يعني إيه رفع الاقتصاد بينمو بالمعدلات دي. CNN كمان قالت أنه التقديرات دي تجاوزت تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1% أو 0.1% أو 0.1%، ده في الاقتصاد، ده رقم مهم. CNN قالت كمان في تقريرها أنه رفع صندوق النقد لتقديراته بالنسبة لمصر لأسباب طبعا من ضمنها المشروعات القومية الكبرى، ومن بينها طبعا مشروع حياة كريمة. من ضمن الأسباب دي رفع أو العائد الكبير اللي حصل من إيرادات السياحة اللي تعافت بشكل كبير وعادت لطبيعتها بعد نشاطات حصلت على مدار السنة اللي فاتت. لكن زي ما اتفقنا، أنا نفسي أفك الاشتباك، يعني نفسي 5.6% دي أفهمها، أفهم نتيجتها إيه على الاستثمار في مصر وعلى فرص العمل في مصر، وبالتالي على الناس اللي مستنية تلاقي فرص شغل في مصر، وعلى تطوير الحالة أو تحسين الحالة الاقتصادية للمصري. نفهم بقى من دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذة دينا، إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. أنا عايز أخد درس خصوصي بس تسمح لي؟ يا فندم ده يشرفني يا فندم، انا تحت امرك. احنا بس في البدايه في كذا يعني نقطه مهم نسال حضرتك فيهم. ليه مثلا الاقتصاديين المحليين يهتموا جدا بتقارير الدوليه عن مصر برغم من انهم قادرين تماما على تحليل وتصنيف اداء الاقتصاد المصري؟ ليه التقارير الدوليه مهمه؟ التقارير الدوليه دي يا فندم مهمه للنظره الخارجيه للمجهود والعمل اللي بنقوم بيه داخليا. دي عبارة عن الترويج الأساسي للعمل اللي احنا بنقوم بيه. يعني المجهود اللي احنا بنشتغل بيه كاقتصاديين، كمؤسسات، كل الجهات سواء الحكومية أو غير حكومية، العالم بيبص له ازاي بالظبط. ده من جانب. ومن جانب آخر بيقارننا بالدول الشبيهة بينا. مظبوط. طب نمرة ثلاثة كمان ايه؟ بيقول لنا احنا رايحين فين؟ هو بيقول لنا احنا ولا بيقول للمستثمر فيطمنه شوية؟ ما هو بيقول لنا احنا يا فندم اتجاهنا في وسط المقارنة بالدول الشبيهة ممكن نتخطى مين؟ يعني بمنتهى البساطة، احنا بنعمل مجهود بنسميه معدل نمو، يعني احنا هنكبر كده شوية الاقتصاد بتاعنا او احنا بنسميه اجمالي الناتج، اجمالي اللي بننتجه كله بيتقدم شوية السنة دي. طب الدول الشبيهة بينا مين؟ يقولك الدول اللي هي دول كذا وكذا وكذا. انتوا ممكن تتخطوها، زي مثلا حضرتك في تقرير طلع. أيوة. لان صندوق النقد الدولي يا فندم بيقيس كل دول العالم. بيقولك ان مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة في العام الحالي. أيوة. اللي هي هتكون قادرة على جذب استثمارات وهي اللي عندها معدل نمو أكبر. حلوة. طب ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده ليه؟ بيقول لك أصل إحنا لما بنراجع الدول بنشوف اقتصاديات الدول دي تحسنها قد إيه، فبيبرز الدور ده للمستثمرين. يعني بيهيئ يا فندم الاوضاع الاعلاميه، يعني بيدي اعلام للمستثمر السنه دي. ما هو المستثمر ده مين؟ ممكن تكون دوله، ممكن يكون مؤسسات عالميه زي البنوك، البنوك والشركات وصناديق التامين العالميه. خلي بالكم ان مصر بتبرز دور ومعدلات نمو كبيره ممكن تستثمروا فيها. يعني أنا مش عايزة أقاطع حضرتك خالص، عايزة أفهم للآخر بس، يعني عايزة أترجم وحضرتك قولي كده صح ولا غلط. يعني أقصد إنه المستثمر لما بيجي ياخد قراره
الخاص بالاستثمار في دولة ما، هو بيفكر مثلا يستثمر في مصر، هو مش بس هيقرأ التقارير الصادرة عن مصر عن اقتصادها، لكن هيقرأ كمان التقارير العالمية وتحليلات الأداء من كل الزوايا عشان يقدر ياخد قراره النهائي بأنه يضخ استثمارات داخل البلد دي، مش كده؟ طبعا وبكل تأكيد. وبعدين بيعمل يا فندم زي دراسة. أيوة. الدراسة بيجيب شركات التصنيف، مصر قادرة ان هي تسدد التزاماتها، عندها جهاز مصرفي يعني البنوك بتاعتها قوية، عندها العملة بتاعتها مستقرة ولا لأ، عندها انتاجية يعني الناس اللي عندها اللي هو الشباب او قوة اليد العاملة في مصر قادرة على استيعاب ان هي تفتح مشروعات قومية. وبعدين خلي بال حضرتك في نقطة مهمة قوي كل مشاهدين، الكلام ده يا فندم بيترجم في الاسواق. يعني لما نلاقي مثلا شركة كهرباء كبيرة، انا عارف مش هنعرف نقول اسمها مثلا، بتيجي تعمل عندنا محطة كهرباء كبيرة، الشركات دي مؤيدة في الاسواق في الخارج يا فندم. طبعا فالعالم بيبص، الله ده احنا ابتدينا نكسب، الشركة بتاعتنا اللي هي الألمانية دي كسبت، فغيرها يفكر في المشروع ده تحت. طب ما الشركة الأمريكية تيجي زيها تنافسها، طب الشركة الإيطالية، طب الشركة اليابانية. هو ده بنسميه التنافسيه العالميه، العالم بيتنافس علينا ازاي؟ عن طريق الاسواق يا فندم. طيب. فلما زي ما حضرتك تفضلتي سي ان ان كده ابرزت دور المجهود اللي مصر بتعمله اقتصاديا، العالم في امريكا بتشوفنا بطريقه النظره بتاعتهم كمان المجهود المصري بيعمل قد ايه؟ اتفضلي يا فندم. ايه نوع المشروعات القوميه اللي ممكن تكون جاذبه لاستثمار أجنبي؟ يعني إحنا من ضمن مشروعات قومية كتير بتخدم البلد، تخدم الإنتاج المحلي، تخدم سوق العمل والتوظيف، لكن إيه المشروعات القومية اللي حضرتك تسميها استراتيجية لجذب الاستثمارات؟ شوف يا فندم، العالم كله النهاردة بيتحدث على عدد من المشروعات القومية والعالمية اللي بتخص العالم في غاية الأهمية، ويا ريت حضرتك تتبنيها وتراعيها كمان في برنامجك الكريم. مثال يا فندم الطاقة. الطاقة دي ليها عدد من الأفرع زي البترول النهاردة، أسعار البترول يا فندم النهاردة بترتفع. فبيحاولوا يلجأوا الدول يكون عندها فائض من البترول أو يكون عندها أماكن لتمرير خطوط البترول لشركات قومية وعالمية. أو لإنتاج الطاقة النظيفة زي منبان مثلا أو المشروع القومي والغاز. والغاز ليه كمان؟ لأن أنت النهارده بتحاول توصل الغاز من الحقول بتاعتنا لدول تانية. والكهرباء فندم، الربط الكهربائي ما بيننا وما بين بعض. طب وإيه كمان؟ المشروعات القومية زي السكك الحديد، زي وسائل النقل العملاقة. كل ده النهارده كمان البنية التحتية أو الزراعة. دي يا فندم بتبقى عبارة عن استثمارات بتلجأ ليها الدول، تتوجه للدول الأخرى علشان تكسب ويكون ليها مردود. ممكن أقول لحضرتك بسرعة كده، العالم انكشف مش مبقاش صادق في إيه يا فندم؟ في جائحة كورونا. لما ابتدى العالم مش عارف يعالج اقتصاده، ابتدى يبص على الدول اللي بتنجح أو اللي وقفت ثابتة على الألف في أزمات كبيرة. طب نضحك إزاي؟ إحنا عملنا حاجة فندم اللي هي المشروعات القومية. لولا الشغل اللي إحنا عملناه ده، لولا ما المجهود والعالم كله بيبرز الدور المصري الناجح اللي إحنا الحمد لله تبنيناه. مفهوم جدا، ولأنه حضرتك لفت نظرنا لمشروعات كبيرة، مشروعات الطاقة، مشروعات الطرق، وده يمكن كتير قوي سيادة الرئيس كرره واتكلم عنه، أنه إزاي هقول لمستثمر يجي يستثمر عندي وأنا ما عنديش طرق، شبكة طرق عملاقة، وده اللي بيحصل في مصر، شبكة أو نقل، موانئ لوجستية عملاقة. طيب عايز أسأل حضرتك على أو الرد على الرأي اللي بيقول لا بس مصر عندها برضو دين كبير جدا، أو عندها عبء من الميزانية أو عبء على ميزانيتها هو مثلا الاقتراض من صندوق النقد. فحضرتك ترد على ده، إزاي بيحصل ده؟ وإزاي إحنا في عندنا معدلات نمو؟ إزاي إحنا مصر ملزمة ببعض بسداد ديون هي بتقترضها لتنفيذ المشروعات، وفي نفس الوقت إحنا عندنا حالة نمو؟ محتاجين نفهمها ونفك الاشتباك، لأنه دايما بنتكلم عن النمو يكلمونا عن فكرة إنه لا ما في اقتراض. فندم بمنتهى البساطة، ويا رب كده الناس تكون معايا مستوعبة. لا احنا بنكتب اهو، انا بكتب ورا حضرتك. طول ما الدولة انتاجيتها بتزيد وبيكون فيها عمل كتير، ما يهمكيش الدين. مفيش مشكلة.
لا خالص. ليه؟ لان انت بتاخدي الفلوس تشتغلي وتنتجي وتكبري المشروعات اللي عندك. طب اليابان اكبر دوله عندها برضه دين، الامريكا عندها دين. المهم يا فندم كيفيه التشغيل للقروض سواء الخارجيه او الداخليه. والنهارده تردي عليهم بمنتهى البساطه، مين من دول العالم ما بيقترضش؟ بالظبط. يديني دوله واحده. طب دي نقطه. طب احنا النهارده في حاجه ثانيه، هو مش احنا لما بناخد ديون العالم كله بيسميها حاجه اسمها تصنيف ائتماني للدوله؟ بالظبط. فبيوافق تصنيفنا الائتماني بيتحسن. القروض اللي احنا بناخدها يا فندم النهارده زي ما بيقول كده بمنتهى البساطه، طالما قادرين على سددها ما تشغليش بالك. زي بالظبط القياس بتاع الشخص العادي، يعني لو انا باخد قرض عشان اعمل مشروع، المشروع ده شغال وبيسدد قيمه القرض وانا بكسب، يبقى كده مفيش مشكله خالص. وطول ما احنا النهارده يا فندم بننتج انتاجيه كبيره زي الحمد لله كده، عندنا بنشوف الطاقه بتشتغل وبتدي نصدر، ده في غايه الاهميه. اذكر حضرتك زي قناه السويس، محور قناه السويس الجديده او قناه السويس الجديده، في الثلاث سنين اللي فاتت ده يا فندم الحمد لله قناه السويس زادت الايرادات بتاعتها تقريبا مليار دولار. محدش بيتكلم عنها ليه؟ انا عايز اذكر حضرتك بس بالاشاعات اللي دايما بتدور حوالين مصر. في النهارده دلوقتي الاشاعات بتدور حوالين الاقتصاد. خلي بالكوا اصل الجنيه هيحصل فيه كذا، خلي بالكوا المشروعات القوميه. عايز اقول لكم نقطه مهمه، ما تشككوش في قدراتنا. احنا كدوله يا فندم، كدوله صلبه قويه الحمد بننتج وبتدي النهارده انتاج ده بيعود علينا بالخير. احنا بنمر بظروف عالميه، كل الدول النهارده بتقترض وبتشتغل وبتنتج، بس مين اللي ناجح؟ اللي بيحصل على معدل نمو زياده والعالم بيشهد له. بيشهد لنا يا فندم في نقطه سريعه معلش، بيشهد له ان يجي يشتغل معانا. الروس معانا بيشتغلوا، امريكا بتشتغل معانا، كان بتكلم على استثمار مشروعات يعني. اوروبا بتشتغل معانا في مشروعات، الدول العربيه، اليابان، كوريا لسه كان رئيس كوريا موجود عندنا وبيشيدوا بينا يا فندم. الناس دي بتشيد بينا بطريقه عمليه وعلميه. مصر قادره ان شاء الله. اطمني وطمني مشاهدينك، الحمد لله احنا بننجز انجاز كبير وبنعدي مرحلتنا، بس جنبونا الاشاعات. خلي بالكم من الاشاعات. لا لا طبعا احنا لازم نرد كمان عليها ونفهم يعني، وبعض التساؤلات مش بس بتبقى في نطاق الاشاعات، بتبقى في نطاق ان احنا مش فاهمين. اخر سؤال نفسي اساله لحضرتك، ارتفاع التصنيف الائتماني ازاي بينعكس على الفرد؟ يعني اكيد انتوا كاقتصاديين ليكوا طريقه كده لتصنيف امتى الدوله او اقتصاد الدوله يستشعر التغيير، وبعدين امتى المجتمعات والجماعات وامتى الافراد؟ احنا في التسلسل ده في اي مرحله؟ خلينا نقول يا فندم احنا يعني نقول اول التصنيف يعني بتاعنا ده بيفيدنا بايه؟ المؤسسات العالميه يا فندم بتصنف مصر دائما على قدرتها في التزامها لسداد كل الديون والقروض والاقساط القروض الخاصه بها. كلما تحسن التصنيف سعر الفايده بتاعها بيقل. يعني لما نروح نقترض من الخارج يدينا فايده اقل، يقول لك خلي بالكوا الدوله دي موثوق فيها. طب طالما اخذ مصر اقترضت بسعر فايده اقل، فالبنوك تدي فايده اقل للمواطنين. علشان كده تلاقي حضرتك المبادرات اللي فخامه الرئيس بيتكلم عنها والبنوك بتقوم بيها. ما احنا عندنا مبادره كبيره قوي للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. تخيلي حضرتك لو التصنيف بتاعنا وحش كان زماننا النهارده سعر الفايده في ارتفاع. مش ملاحظين ان احنا النهارده سعر الفايده بقاله كذا سنه ما بيتغيرش؟ ليه؟ لان الجهاز المصرفي قادر على مبادرات زياده، وقادر على ان هو النهارده يدي منح وتمويلات لمشروعات وقروض. هو ده يا فندم التسلسل. احنا الحمد لله تصنيفنا جيد ومقبول لدى دول العالم، والجهاز المصرفي بيدي اتاحه كبيره جدا للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، والا النهارده ما كناش شفنا عدد الكبير من المشروعات اللي بيتم تسجيلها وابتدي يكون اتاحه فرصه للتشغيل للناس. ده بمنتهى البساطه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وبأثمن يعني صبرك علينا وعلى أسئلتنا الكتير في كل هذه التفاصيل. بشكرك شكرا جزيلا.